فاطفوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على وإن يخذلكم فمن ذا الذي يأمن ثم توفى كل نفس ما كسبت وهو رضوان الله كمن باء بسخط من الله. السلام عليك يا شهيدنا الغالي حسين، شرف أنت، الشرف أنت، العزة أنت، الصمود أنت، الإباء، وكل من نهج دربك وسار على نهجك ووصل إلى قربك. وإلى أرواح وضرائح الأنبياء والأوصياء والصالحين والشهداء، وإلى روحي وضريح من اجتمعنا لسببه، الشهيد حسين احمد شرف. واخرى بفخ نالها صلواتي، قبور وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن.